هو هذا ياك راه هو هذا نحن هنا لنشتغل معكم لا نريد بهذا لا جزاء ولا شكورا نريد به فقط وجه الله نحن هنا ان شاء الله للعمل باوقاتنا واموالنا نحن هنا لتحقيق اكبر مشروع ان شاء الله في مونتخوي انا وهو بناء مسجد مونتخوي شارع بولدار شانسي الرقم 170 ان شاء الله نسالكم الدعاء ونسالكم المبادره ان شاء الله لتحقيق هذا الحلم انه حلم لنكتفي حان الوقت لنكتفي ان نعطي 6 مليون اورو شك شهر حان الوقت ليكون لنا مسجد في ملك المسلمين ان شاء الله ولن يتحقق هذا الا باذن الله وباذنكم ان شاء الله بمساعداتكم باقتراحاتكم بافكاركم ان مكتب اداره المسجد مفتوح لكم كل يوم لاقتراحاتكم وكذلك حتى لاسئلتكم لانه واجب عليكم ان تقوموا واؤكد في هذه النقطه لانها نقطه مهمه وجب عليكم ان تراقبوا اداره المسجد ومن حقكم ان تسالوا اين تروح المال وكيف هي المال وكيف تم جمع المال ولماذا هذا ولماذا ذاك ونحن مجبورون على ان نجيبكم ان شاء الله اسال الله تعالى ان يبارك لكم اسال الله تعالى ان يجعلكم في جنات النعيم اسال الله تعالى ان يجمعنا هكذا كما جمعنا الله في هذا المسجد الكريم هذا المسجد المبارك ان يجمعنا في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك لكم